شاء الله مبروك عليهم. بالنسبة لنا احنا كنا قادرين باش نتعدوا الأنكار، حابين نزيدوا نمشوا بالباهي في الكاس. الأولاد الكل ما قاصروش، نحب نشكر الملاعبية الكل والهيئة اللي وفرت ظروف ملائمة للماتش هذا. شفتوا اليوم كيف تنجم تمشي لبعيد، وهذا بشتى الفنانين الكل. فما عوامل أخرى حكمت باش ما نربحوش. هدف واضح، ما فيه حتى تسلل، وكل شيء ديجا موثق. ورقة حمراء، أربيتر عمل كما حب اليوم. أنا عمري ما نحكي على أربيتر، مبروك عليهم هما، وإحنا أخويا عملنا حاجة بها في الكوب، وإن شاء الله في الشامبيونة نكون فيرميه إن شاء الله. من بداية المباراة أنت شفت في الصور، أول حاجة ساعة ماتش قوي كلو، اثنين الجمهور الكل ورا الجارديان بيت، الأربيتر نوروا فيه في الليروش في الحجر، الجارديان ما نجمش حتى يركز، ما تنجمش تركز، تكش تلعب كورة والحجر فوق راسك يا اخويا، فاضينا الجمهور. قال لك لا العب كوره ما منيش فيك، انا الامن نحكي معي اخي، انا مش نحكي مع الامن، بيفرق علينا في الصفر وعمل كما حب ربي يهديه وكهو. انا اذا كان الكوره برجوليه في تونس كما هكا والله يسمح فيها، اقسم بالله بصدق، احنا موتيفي وعندنا طموح وكل شيء، وتشوف فيهم الاولاد الكل ديجن عليه اخويا اللي ربح صح عليه، انا مبروك عليه، ما تشوفش نز فيه الكاس تونس راه لما ليه مي اخويا كيما هكا بصراحه ما عادش نحكوا على الكوره باش تقدموا، ولا اخويا ان شاء الله القادم افضل وكا هو يسكت خير.